قضية التمويل الأجنبي. مش بكلمكم طبعا على قضية التمويل الأجنبي بتاعتنا هنا في مصر، لكن الكلام على تمويل أجنبي أو مش أجنبي مشبوه لحملة بايدن. بلومبرج بتقول إن بايدن استفاد من تبرعات قياسية قدمها مجهولين لمجموعات بتدعمه، وحملة بايدن خدت 145 مليون دولار في تبرعات تسمى تبرعات مظلمة. ده نوع تبرعات كانوا الديمقراطيين نفسهم اللي منهم بايدن رافضينه من سنين، لكن التبرعات دي مكنت بايدن ان هو يجمع 1.5 مليار دولار، وده رقم قياسي لان حملة ترامب خدت 28.4 مليون دولار تبرعات مظلمة. وكمان حملة بايدن حطمت الرقم القياسي اللي كان 113 مليون دولار في تبرعات مجهولة المصدر. الرقم القياسي كان خده المرشح الجمهوري ميت رومني في 2012 اللي كان مرشح للرئاسة. فبلومبرج قالت الديمقراطيين بيأكدوا رغبتهم في حظر التبرعات دي لأنها مفسدة، واستخدموا برضو التبرعات دي في هزيمة ترامب. فده الشيء العجيب اللي بيعملوه الديمقراطيين، ان هم يقولوا الكلام ويقولوا عكسه، او هكذا يفعل الامريكان في معظم الاحوال، او هكذا نرى الغرب يتعامل بالمبدأ الميكيافيلي بتاع الغاية تبرر الوسيلة، اللي هو عندنا مسمينه اللي ايه اللي تكسبه العبه. فواضح ان بايدن قال لك الله، وانا هسيب ترامب بيعمل كده وياخد 28 مليون، ده انا هخش واخد 1.5 مليار، فهم داخلين في بعض. فما نصدقش حد فيهم لما يجي بعد كده يكلمنا عن النزاهة، واننا لازم مش عارف ايه، وان لازم ايه، والديمقراطية ايه، والشفافية ايه، كل الكلام ده كله سنة 2020-2021 شالت برقع الحياة من على وشوش الناس وبقى كله شغال.